الكبرى في كل مكان. أهلا وسهلا بكم وطابت أوقاتكم. نحن في انتظار بداية المشوار في مباراة من نار. المعلق الرياضي رؤوف خليف يرحب بكم وأنقل لكم أحداث هذه المباراة. وتشكيل مباراة اليوم: تعود الكرة إلى القلب. هذه فرصته للإنقاذ الرائع. لم يكن هذا تصدي عادي. قام بعمل رائع لحماية مرماه. رائع. ضغط قوي وينجح في استعادتها. ويرفعها. تعود مرة ثانية. أبعد الكرة. يلعب إلى المنطقة. كرة طولية مثالية نحو الهجوم. كرة تصل للاعب. تسديدة قوية بعيدة كليا عن المرمى. ليس بيدهم شيء هنا. كانت هجمة مرتدة سريعة ومن الصعب على الدفاع التعامل مع هجوم مرتد بهذه السرعة. اعتراض الكرة. كرة طولية في المساحة الخالية. يوزع الكرة إلى المنطقة ويرسلها إلى المنطقة. يأخذ وظائف التسويب. جول. ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في المباراة. من الصعب دائما على الحارس أن يتعامل مع مثل هذه الكرات. عبرت الكرة من فجوة صغيرة في الدفاع ولم يتمكن الحارس من فعل شيء سوى إحضار الكرة من داخل الشباك. هل كان في استطاعته الوقوف في طريق الكرة؟ كسرت الجرة. الآن النتيجة هدف لصفر. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. كرة على الأطراف. كرة طولية إلى الأمام. يحاول تمريرها عبر الدفاع. تحييد الخطر مؤقتا بفضل التدخل السريع من المدافع على العرضية، ولكن الكرة تتجه إلى الركنية.
يضع الحكم يده في جيبه ليخرج له البطاقة الصفراء. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. فاصل جميل من التمريرات، ليس في هذه المرة، بعيدة للغاية عن المرمى. ذلك النوع من الهجمات المرتدة يمكنه التسبب في أضرار كثيرة، لكن لم تكن اللمسة الأخيرة بدقة كافية لإنهاء هجمة مرتدة رائعة كهذه، كانت مباشرة للغاية. والآن الكرة ملعوبة للأمام، كرة على الرواق. يا له من تفاهم جميل، التوزيع إلى قلب الدفاع المنافس. واندفاع كبير، يستخلص الكرة بنجاح. كرة طولية في المساحة الخالية، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة طولية إلى الأمام، وتخرج الكرة إلى الرمي التماس. الكرة الأرضية إلى المنطقة، يلعب كرة بينية ساقطة، وتلعب عرضية أخرى. يوزعها، هل ستصل الكرة إلى اللاعب في الأمام؟ عرض جميل من التمريرات، ماذا سيحققون منها؟ تغيير اللاعب على الرواق، لم يحالفه الحظ في الكرة البينية. تدخل مش شرعي والخطأ موجود. ورقة صفراء من حكم المباراة، وإذا اصفرت احمرت. يحاول لعب كرة بينية غدارة. والكرة ملعوبة إلى الأمام، يتحرك إلى الأمام. جرت الرياح بما لم يشتهيه الفريق، ورغم ذلك لا داعي للخوف، لا يزال هنالك الكثير من الوقت للعودة في المباراة، وإمكانية تسجيل هدف مبكر قد تقلب الطاولة على المنافس. سنتابع الدقائق المتبقية الآن. أمام الفريق المنهزم 45 دقيقة، إما العودة أو تعميق الجراح.
سيستلم هذه التمريرة التولية، يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة. خطورة وشيكة لكنه نجح في منعها. كرة طولية إلى الأمام، اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. من الخلف يلعبها طولية، يلعبها طولية، لم يحالفه الحظ في الكرة البينية. كرة طولية في المساحة الخالية، وتخرج الكرة إلى رمي التماس. كرة طولية إلى الجناح، وهكذا تسمح رمي التماس. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يبحث عن زميله، يقرر لعب كرة نحو خط الوسط، يحاول فك دفاعات المنافس. محاولة فردية للتقدم لكنها لم تكتمل. ينطلق نحو الخط الأمامي. اليوم ممنوع المرور والعبور. يلعبها طولية، والصفارة تقول هذه كرة غير شرعية بداية التسلل. كرة على الجانب، كرة هوائية، لم يخاطر على الإطلاق. هذه رمية التماس، توزيعها إلى الأمام، يلعبها بينية أرضية. تسجيل، يلعبوها للأمام، كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. توزيع على الرواق، ينجح المدافع بتغيير اتجاه الكرة العرضية التي تتحول إلى ركنية. لعبة هوائية برأسية مثالية.
للأمام، يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة. فاصل من التمريرات الجميلة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يحاول أن يلعبها بينية، يلعب كرة بينية. ينطلق بمجهود فردي، ربما فرصته الآن. أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. والكرة للمنطقة الأمامية. يحاول تمريرها عبر الدفاع. والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. والآن الكرة ملعوبة للأمام. وتنطلق صافرة نهاية المباراة. كانت المباراة متأرجحة بين الفريقين. ربما لم يحالفهم الحظ بعض الشيء. عاندتهم الكرة في بعض أوقات المباراة. بعد أن تأخروا في النتيجة بدأت أفكر فيما إذا كان المدير الفني قد استعد لذلك أم لا. أرى أنه كان عليه التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها بين صفوف فريقه وحثهم على التركيز في المباراة. وهكذا انتهت هذه الأمسية الكروية وانتهت مع تغطيتنا لهذه المباراة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والاهتمام. Thank you.